قلبنا الصفحة على مباراة الذهب، قعدنا قداش المرة مع اللاعبين وهضرنا على المردود تاعنا اللي كان في مباراة الذهب، اللي كان فيه يعني كانت ردة فعل، يعني يافين كانت ردة فعل اللاعبين انه لازم نعملوا الجهد تاعنا اول شيء باش نصحوا الاخطاء تاعنا، والثاني شيء باش نرجعوا في المسار تاعنا. صح، التأخير هو اللي بثلاث اهداف لازم علينا نرجعوه. وفي هذا الاسبوع خدمنا على في المجال الذهني اكثر، لاسبيمونطال اللي خدمنا عليه، وخدمنا على المجال التكتيكي اللي قلنا لهم لازم نرجعوا المبادئ تاعنا اللي احنا متعودين عليهم واللي احنا متحكمين فيهم. يعني